السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا مشروع نتاع القطب الجامعي تاع مدينة سيدي عبد الله، ونشوفوا وين وصلت الأشغال اللي عندها الآن حوالي 12 سنة أو 14 سنة منذ الانطلاق نتاعها، وكان من يعني على حسب ما كان مقرر الجامعة هذه أو القطب الجامعي هذا يعني مخطط باش يستوعب حوالي 20,000 طالب. والآن عندنا جزء من هذا القطب اللي تم افتتاحه هو العام اللي فات، واليوم راح نشوف وين وصل القطب هذا اللي مخصص يعني في التكنولوجيات تاع المعرفة يعني الاقتصاد المعرفة والمعلوماتية في علوم التنمية المستدامة، يعني في العلوم الجديدة هذه. نحاول نشوف ونسقسي ونحاول ندخل للداخل يعني الجامعة إلى خلاوني ندخل، سوف أحاول. على كل حال هنا رانا أمام المدخل تاع المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. وهنا على الجهة اليسرى احنا نشاهد يعني العمارة هذيك نتاع الإدارة، لو ريكتورا، سكون ابل لو ريكتورا نتاع الجامعة أو تاع القطب الجامعي هذا. وهنا نلاحظ أن الطريق هذه جديدة تم بناؤها هذه حوالي عامين، وفيها أشجار ما شاء الله خذت يعني الشكل تاعها كبرت يعني. ونحاول ندخل للجامعة، هذا المدخل هنا الجديد نتاع القطب الجامعي هذا. كبيرة كبيرة ما شاء الله، القطب هذا كبير 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 بزاف. نحاول ندخل انا الحال المدخل هذا، المدخل تاع الرئيسي تاع القطب الجامعي هذا هو المدخل الرئيسي. وهنا راهي مازال يعني مازال قيد الاشغال، وهذا المدخل نحاول ندخل ونشوف. ندير هنيه في الهبال كيما نداري ونصدم. هنا نشوف على اليسار الأوديتوريوم على شكل صحن سكوب فولونت، وهنا على اليمين كما قلنا الريكتورا مقر تاع الإدارة تاع الجامعة. ونشوف باللي يعني الأشغال مازالها بعيد، يعني مازلنا بعاد، أشغال مازال لم تنتهي. كان جزء نروح نشوفه، الجزء اللي وين الأشغال انتهت منه، نشوفه الجزء الآخر اللي فيه حوالي يعني العام اللي فات دخل يعني كان فيه دخول تاع حوالي هان طلبة بانو حوالي 2000 طالب اللي يعني انضموا للجامعة هذه في العام اللي فات. دخول السنة هذه ربما يكون فيه 2000 أخرين. هنا الجهة هذه الجهة مكتملة، هنا كان مدخل ثانوي،
حاول ندخل منها ونشوف. هذه الجهة اللي فيها الأشغال هنا مكتملة، وهنا عندنا على اليسرى هنا عندنا الحي الجامعي تاع الطلبة. هنا نشوف على اليسرى هناك حي جامعي، حي تاع الإيواء للطلبة البنات، ومن الجهة الأخرى هنا عندنا الجزء المكتمل من القطب الجامعي هذا. خليكم مع نهاية الفيديو والسلام عليكم.